بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك إلهي وأنت للحمد أهل على حسن صنيعك إلي وسبوغ نعمائك علي وجزيل عطائك عندي، وأفضل صلوات المصلين على النبي الأعظم مدينة العلم وعلى الوصي بابها وعلى آله معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائكة، صلاة ترفع بها عن قلوبنا ظلمة الوهم وتنير بها ضمائرنا بأنوار العلم وتكرمنا ببوارق الفهم. أيها الكرام، ها نحن مع صباح كربلائي تجمعنا فيه الدوحة العباسية لنحلق في فلك العلم ونبحر في فلك أوعيته، نزين العيون بصفحات الفهارس ونستنشق أزكى العبير المنبعث من صحائف المخطوطات من مدادها الموغل بالتراث وحتى سطور الخوارزميات الذكية. فها هم أهل العلم يجتمعون وفي الحفاظ على التراث والمعرفة يبحثون، على الباحثين يسهلون وللطالبين ينورون، بين رفوف يتنقلون وفي شاشات الحواسيب يمعنون ليقدموا جهدهم الجهيد في علوم الفهرسة والتنضيد من رائدي هذا العلم التليد وفي ضيافة المولى العميد سلام الله عليه. جامع العلم نعم العلم تذخره، لا تعدلن به درا ولا ذهبا، العلم زين وتشريف لصاحبه فاطلب هديتا فنون العلم والأدب. حيث تقيم العتبة العباسية المقدسة مؤتمرها الدولي التخصصي الثاني في المعلومات والمكتبات، نرحب بكم أجمل ترحيب من القلب ومن الروح، وأفرش لكم أهداب العين سجادة حمراء لوطء أقدامكم. حياكم الله جميعا، مع الاحترام والإجلال والتبجيل لصفاتكم جميعا، لألقابكم، لمستوياتكم العلمية، ولكل من حضر، أصحاب السماحة والفضيلة، أصحاب العلم والعلماء. على طائر الميمون يا خير قادم قدمتم، فأهلا بالعلا والمكارم. أيها الكرام، في بداية هذا المؤتمر المعني بالكتب والمعرفة وما حولها، لا نجد ضيافة نقدمها أفخر من الكتاب الأقدس، فنهدي آيات الله البينات لأسماع الحاضرين بصوت قارئ ومؤذن العتبتين المقدستين الأستاذ محمد رضا الزبيدي. وأنتم جميعا من أولي رد الضيافة، فلا بد بأن نستقبل القارئ برفيع الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها،
ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه
نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. صدق الله العلي العظيم. صلوات. أحسنت، طيب الله أنفاسك ومتعك الله دوما بخدمة القرآن الكريم. وأنا أستمع إلى آيات الذكر الحكيم بصوت الأستاذ محمد رضا. كنت أتجول بين وجوهكم وهي تتجول بين سطور الآيات الكريمات في المصحف الشريف، فاستحضرت قول مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: من قرأ القرآن في المصحف متع ببصره وخفف عن والديه وإن كانا كافرين. متعكم الله دوما بتلاوة القرآن الكريم والتدبر في آياته والاستماع له. إلى بلد الكتاب ومدائن الحرف الأول، إلى من يلذ لنا أن نباهي به الدنيا، وهو الذي كتب في حروف العلم مذ كانت كل العلوم بكرا، منذ فجر كل الحياة، مهد كل النبوات، من عهد آدم والحضارات، من عهد أور، بدء كل العصور، منذ ميلاد سومر، والشمس جميعا عليها تدور، مذ ألف الحسين رواية الرفض بالإرجواني، مذ كان العباس هنا يكتب قصة السقاء الوفي، كان العراق حاضرا يملأ أنف الدنيا بالعنفوان والشموخ. نقف بوفاء لتحية العراق بالنشيد الوطني، وعند استحضار الوفاء لا بد بأن يعرج القلب على مصداقه الأعظم، فنستمع أيضا لنشيد العتبة العباسية المقدسة الموسوم لحن الإباء وقوفا. الجلال والجمال والسلام والبهاء في
سالما منعما وبالما قربا أحسنتم، شكرا جزيلا لكم. وألحان وفاء الوطن تنسج مع ألحان وفاء أبي الفضل العباس، ونحن في ضيافته وفي رحابه وفي رحابه الأقدس. قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم، تكون تلك الورقة يوم القيامة سترا فيما بينه وبين النار، وأعطاه الله تبارك وتعالى بكل حرف مكتوب عليها مدينة أوسع من الدنيا 7 مرات، وما من مؤمن يقعد ساعة عند العالم إلا ناداه ربه عز وجل: جلست إلى حبيبي وعزتي وجلالي، لأسكنتك الجنة معه ولا أبالي. فهنيئا لأهل العلم ولمن جالس العلماء. كلمة الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة يتفضل بإلقائها رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة المطهرة السيد عقيل الياسري. استقبلوه من مكانه إلى هذه المنصة محفوفا بعدد الملائكة الذين يحصون فضل الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. أصحاب العلم والفضيلة، دامت توفيقاتكم. السادة ممثلو الجامعات العراقية المحترمون، ضيوفنا الأكارم من خارج البلد المحترمون، السادة والسيدات الفضليات ضيوف العتبة العباسية المقدسة، كل حسب مقامه ورتبته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا المؤتمر الدولي التخصصي الثاني في المكتبات والمعلومات، الذي يعقد برعاية كريمة من العتبة العباسية المقدسة وبالشراكة العلمية مع جامعاتنا العراقية العريقة بثلاثة أقسام مختصة في المعلومات والمكتبات والمعرفة، ألا وهو قسم المعلومات وتقنية المعرفة في كل من الجامعة المستنصرية وجامعة البصرة وجامعة الموصل. سادة الأفاضل، إن وجودنا في هذا اليوم ليس مجرد تجمع علمي، بل هو تجسيد عملي لرؤية العتبة العباسية المقدسة في تعزيز التعاون الأكاديمي والارتقاء بالمجال المعرفي والثقافي في العراق. فمن خلال دعمها لمثل هذه المؤتمرات تثبت العتبة العباسية المقدسة مرة أخرى
إنها فضلا عن قدسيتها ومكانتها السامية باحتضانها للجسد الطاهر للمولى أبي الفضل العباس عليه السلام، فقد أصبحت اليوم مؤسسة علمية ومعرفية وثقافية تسعى لتحقيق أهداف كبرى لخدمة الإنسانية والمجتمع والعلم والعلماء. لقد ركزت العتبة العباسية المقدسة من خلال أقسامها وشعبها ومراكزها المتخصصة في دعم مختلف الأنشطة الأكاديمية والعلمية باحتضانها المشاريع البحثية ودعم المؤتمرات العلمية التي تناقش القضايا الجوهرية التي تخص مجتمعاتنا والمؤسسات الأكاديمية. يأتي هذا المؤتمر بعنوان المكتبات والأرشيف وتعزيز الوصول إلى المعرفة، الابتكار والتحديات، ليعنى بمناقشة محاور حيوية مثل تطبيق أهداف التنمية المستدامة في المكتبات والأرشيف، حيث إن المكتبات في مفهومها الحديث لم تعد مجرد مستودعات للأوعية المكتبية، بل أصبحت محركات رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم التعليم وتعزيز الوصول الحر إلى المعلومات. وفي هذا السياق تبرز أهمية التعاون الدولي في تطوير معايير الفهرسة والتصنيف، خصوصا معايير حديثة مثل الإطار الببلوغرافي الذي يسهم في تحسين الوصول إلى المعرفة بشكل أسرع وأكثر دقة. إن المكتبات اليوم لا تقتصر على تقديم خدمات تقليدية، بل تلعب دورا محوريا في دعم العملية التعليمية ورفع مستوى الوعي الثقافي والمجتمعي. وقد تم التركيز عبر هذا المؤتمر المبارك على تعزيز الشراكات بين المكتبات ومراكز الأرشيف وتطوير آليات التعاون بين المؤسسات المحلية والدولية في هذا المجال. ومن المحاور الأخرى التي يتناولها مؤتمرنا هذا هو التدريب والتطوير المهني للعاملين في هذا القطاع، إذ إن رفع كفاءة اختصاصي المكتبات والمعلومات يعد أحد الركائز الأساسية لتطوير هذا القطاع، مما يسهم في تحسين الوصول إلى المعلومات، فضلاً عن دعم صناع القرار من خلال الأرشفة الإلكترونية الحديثة. السادة الأفاضل، إن العتبة العباسية المقدسة من خلال برامجها المختلفة تسهم بشكل كبير في تدريب الأجيال الجديدة من العاملين في هذا المجال وتطوير مهاراتهم لتلبية متطلبات العصر الرقمي. علاوة على ذلك، يعد محور حفظ التراث المخطوط أحد أهم المحاور التي يوليها المؤتمر أهمية كبيرة، فالتراث المكتوب الذي تحتفظ به المكتبات والمراكز الثقافية والعلمية يمثل الهوية الحضارية والثقافية للأمة، ولذا فإن الحفاظ على هذا التراث من خلال الصيانة والترميم بات أمراً حيوياً ومهماً. إن العتبة العباسية المقدسة تسعى جاهدة من خلال دعمها لمراكز الترميم والصيانة إلى الحفاظ على هذه المخطوطات القيمة وضمان استدامتها للأجيال القادمة. لا يمكن أن نتحدث عن دور العتبة العباسية المقدسة في دعم هذه الفعاليات العلمية دون أن نشير إلى رؤية المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه، الذي يولي اهتماما كبيرا لتطويع العلم لخدمة الدين والمجتمع، فقد أكد مرارا وتكرارا أن دعم النشاطات العلمية ليس مجرد رعاية شكلية، بل هو توجه استراتيجي يهدف إلى إحياء العلم والمعرفة وتحقيق التنمية الشاملة في كافة الأصعدة. ولا ننسى الرعاية الكريمة من لدن الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، متمثلة بأمينها العام السيد الفاضل جناب السيد مصطفى ضياء الدين والسادة أعضاء مجلس الإدارة الموقر، لدعمهم كل المشاريع الفكرية والثقافية والتربوية التي تسعى إلى خدمة المجتمع بصورة عامة والجانب الأكاديمي بصورة خاصة. وفي الختام،
أود أن أؤكد على أهمية هذا المؤتمر ودوره في تعزيز النقاش العلمي حول المكتبات والأرشيف، ونأمل أن تخرج جلساته بتوصيات من شأنها أن تسهم في تطوير واقع المكتبات والمعلومات في العراق والعالم العربي، وأن تساعد في مواجهة التحديات التي تواجهنا في ظل التحولات الرقمية السريعة. ختاماً، نجدد ترحيبنا بالضيوف الكرام من داخل البلد وخارجه، وخصوصاً ممن تجشم عناء السفر، متمنين لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني العراق، ونأمل مشاركتهم الفاعلة في المؤتمرات وملتقيات أخرى. داعين الباري جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يدفع عنا وعن غزة الصمود ولبنان الإباء شر الأعداء، وأن يرينا في أعدائنا كل هوان وذلة، وأن يرينا في بلادنا العربية والإسلامية كل سمو ورفعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشكر الجزيل والامتنان الوفير للسيد عقيل الياسري، رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة، لما قدم من كلمة باسم الأمانة العامة للعتبة المقدسة. نجدد التحايا لكم جميعا، ونحن في هذا الفناء المشرق بنور العلم، حيث تجتمع العقول اللامعة لتمتزج فيها أصالة المكتبات بحداثة المعلومات، وحيث تلتقي دفاتر الماضي مع تقنيات الحاضر لتكتب صفحات جديدة في تاريخ العلم. نجتمع معكم ونحن نعي أن المكتبات ليست مجرد خزائن للكتب، بل هي معاقل للحكمة ومنارات للباحثين عن ضوء المعرفة، وأن المعلومات في هذا العصر الذي يشهد ثورة رقمية لا تهدأ هي القوة الحقيقية التي تسير بالعلم نحو التقدم. فليكن هذا المؤتمر واحة للعلم المثمر وميدانا لتبادل الأفكار الخلاقة. العلم يحيي قلوب الميتين كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. أيها الكرام، الكلمة الآن للمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومراكز المعلومات، الأستاذ الدكتور سيف بن عبد الله الجابري، يتفضل مشكورا محترما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل البدء في كلمتي، أستأذنكم جميعا للوقوف دقيقة الصمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا في فلسطين ولبنان وفي كل بلاد المسلمين. شكرا جزيلا لكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم جميعا في الشهداء والصالحين. الأساتذة الأفاضل، الزملاء الأعزاء، الزميلات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الصباح الجميل وفي هذا اللقاء المتجدد بإذن الله تعالى في المؤتمر الدولي الثاني المتخصص في مجال المكتبات والمعلومات، حيث يمثل هذا المؤتمر فرصة هامة لنا جميعا للاجتماع والالتقاء ومشاركة الخبرات وتبادل الحوارات ومناقشة التحديات والفرص التي تواجهنا كمتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات. لابد لنا أيها السادة الأفاضل أن نتذكر الدور الحيوي الذي تلعبه المكتبات بمختلف أنواعها في مجتمعاتنا وفي مؤسساتنا التعليمية والمعرفية والفكرية. ولا يخفى عليكم جميعاً ما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تحديات معرفية وفكرية ومعلوماتية تتطلب منا جميعا تضافر الجهود للخروج بحلول مبتكرة
وتعاونية تمكننا من تقديم خدمات متميزة لعملائنا ولمرتادي مكتباتنا ومستخدمين في ذلك التقنيات الحديثة لتحسين هذه الخدمات والوصول إلى المستفيدين أينما كانوا وكيفما أرادوا. إننا في الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المعلومات نشجع هذا التعاون بين المكتبات بمختلف أنواعها، سواء في داخل القطر الواحد أو في الأقطار العربية المختلفة، وبالتعاون مع المؤسسات الدولية في المجال، وعلى تبادل الآراء والأفكار من أجل النهوض بمؤسساتنا وتقديم خدمات المعلومات النوعية للمستفيدين. لذا فإنني شخصيا أشجع كل واحد من الحضور على المشاركة الفاعلة في هذا المجتمع تعلما وتعليما وتبادلا للخبرات، متذكرين دائما إن عملنا في المكتبات لا يتعلق بنا نحن فقط، بل يتعلق بالمجتمع الذي نخدمه وبالعقول التي نبنيها وبالمستقبل الذي نستشرفه. وإننا سعيدون جدا بالتواجد بين هذه السلة المتميزة من الخبراء والمتخصصين. أيها الأفاضل، إن ما تمر به المكتبات من تحديات، سواء كانت على المستوى المهني أو المستوى الفكري أو المستوى التقني، تتطلب منا جميعا أن نكون مبادرين في البحث عن حلول مبتكرة، حلول نستخدم فيها كل طاقاتنا وكل خبراتنا، ونستفيد من الخبرات العالمية المتطورة في ذلك. ولذا فإننا في الاتحاد الدولي نشجع على التواصل المستمر بين المكتبات والمتخصصين في المكتبات والمعلومات مع أقرانهم في الملتقيات العلمية ومن خلال الاتحاد الدولي ولجانه المتخصصة ولجانه الإقليمية. وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل لكم ولحضوركم ولمشاركتكم وللأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة على جهودها الجبارة في هذا المجال، حيث يعني دائما نطالع ونتابع الجهود الذي تقوم به العتبة متمثلة في مركز المعلومات والفهرسة، هذا المركز النشط الذي يعني يقود مبادرات متكررة في مجال التخصص، ليس فقط في مجال الفهرسة وإنما في مجال الرقمنة والمجالات المرتبطة بالتخصص. وإننا نشد على أيديهم بأن يواصلوا هذا الجهد خدمة لهذا الوطن العزيز العراق العزيز. وهذه المبادرات ليست فقط يعني مفيدة للمحيط الضيق بالعتبة، وإنما يمتد إلى العراق وإلى خارج العراق. فدائما نأخذ يعني من نشاطات هذا المركز، مثلا نباهي به في المحافل الدولية، ويكفيه شرفا تنويه رئيسة الإفلا بهذا المركز وبجهوده وبمبادراته في التخصص وفي المجال. شكرا لكم جميعا، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن تقضوا وقتا علميا ممتعا خلال اليومين القادمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرنا الجزيل وثناءنا الجميل للأستاذ الدكتور سيف بن عبد الله الجابري. وقد سبقنا بالفضل ونال الحب كله بعد أن دعانا للوقوف واستذكر شهداء المقاومة في غزة وفي
في ولبنان، ونسأل الله تعالى أن يرحمهم وأن يعجل في شفاء الجرحى وأن يدفع هذا السوء عن جميع بلداننا ويدحر الظالمين. الكلمة الآن أيها الكرام لأقسام المعلومات وتقنيات المعرفة في الجامعات العراقية، يلقيها الأستاذ المساعد الدكتور عبد اللطيف هاشم خيري، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. الأساتذة الأفاضل الكرام مع حفظ الألقاب والمسميات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن أقف هذا اليوم في هذا المكان الطيب المبارك في كربلاء الحسين ورحاب الإمام أبي الفضل العباس سلام الله عليه، ممثلاً أقسام المعلومات وتقنيات المعرفة. ونحن إذ نأتي في هذا المؤتمر في نسخته الثانية وهذه التظاهرة العلمية المميزة نتيجة الجهود الكبيرة لمركز الفهرسة ونظم المعلومات وتعاون أقسام المعلومات وتقنيات المعرفة الثلاث في المستنصرية والبصرة والموصل كشركاء علميين في تنظيم فعاليات المؤتمر. ونشارك هذا الجمع الطيب المبارك والحضور البهي لضيوف أخوة أعزاء من الوطن العربي ومن كافة أنحاء العالم. بالمناسبة ثمرة هذا المؤتمر كان بذرته الأساسية لمؤتمر وقيمة قبل عدة سنوات بالتعاون بين الجامعة المستنصرية ومركز الفهرسة لنظم المعلومات، وقد نال استحسان الكثير من الزملاء واتصلوا بنا من الوطن العربي والعالم يهنئون ويسعون للمشاركة مبكرا في هذا المؤتمر. أخيرا لا أطيل عليكم، نسأل الله للقائمين على المؤتمر والحضور والمشاركين فيه جميعا النجاح والفلاح، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للدكتور عبد اللطيف هاشم على ما قدم. أيها الكرام لا نطيل عليكم، لكن ننقل ما ورد عن الجاحظ أبي عثمان في وصف الكتاب بحديث طويل أنقل بعضه. يقول: فمتى رأيت بستانا يحمل في ردى، وروضة تقل في حجر، وناطقا ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء، ومن لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك ولا ينطق إلا بما تهوى، أكتم للسر من صاحب السر، وأحفظ للوديعة من أرباب الوديعة، صامت ما أسكته، وبليغ إذا استنطقته، ومن لك بمسامر لا يبتديك في حال شغلك، ويدعوك في أوقات نشاطك، ولا يحوجك إلى التجمل له والتذمم منه، الكتاب مكتف بنفسه ولا يحتاج إلى ما عند غيره. أيها الكرام ننتقل معكم إلى مشاهدة فيلم وثائقي عن نشاطات في مركز الفهرسة ونظم المعلومات، نتمنى أن يكون وقتا نافعا مفيدا نتابعه معا. زمن وبضعة سنين كان كافيا لنسج خيوط الحلم وتحويله إلى واقع. مركز الفهرسة ونظم المعلومات، بوابة المستقبل لتنظيم البيانات المعرفية.
حلم كان يلوح في خيال العاملين منذ عام 2007 وبدأ خطوته الأولى في عام 2012. وها نحن نلمس واقع الإنجاز، أكبر مستودع رقمي للأوعية المعرفية العراقية داخل العراق، الجهة الوحيدة التي تقدم خبراتها على شكل دورات في مجال الفهرسة والتصنيف وفق قواعد RDA، وصف المصادر العالمية وإتاحتها. ممثلون عن العراق في خريطة العالم للمكتبات التابعة للاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات إفلا. تأسيسهم للملف الاستنادي للمؤلفين العراقيين من القرن الأول الهجري وإلى الآن. تأسيسهم للبوابة العراقية للمعرفة التي تجمع بين المكتبات ومراكز الإرشيف. المركز يعد الوحيد الذي ينصب برنامجاً آلياً للمكتبات، ولكن سقف الطموح لمركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة يعانق السماء ولا يعرف الحدود، فعزيمة مستمدة من المولى أبي الفضل العباسي عليه السلام. يعمل هذا المركز على فهرسة وتصنيف كل المؤلفات العلمية والفكرية والثقافية، سواء أكانت كتباً أو مجلات أو جرائد وما شابهها، وتمر الفهرسة وتصنيف بعدة محطات تبدأ من الآتي: مرحلة تصوير الأوعية، حيث يتم تحول صفحات الأوعية من الورقية إلى الرقمية. مرحلة الإرشيف، وهي المرحلة التي يتم فيها تصنيف وتهيئة المواد والصفحات الرقمية وإعطاؤها كوداً خاصاً ومن ثم حفظها. مرحلة الفهرسة الوصفية، التي تتم فيها الفهرسة حسب القواعد العالمية RDA. مرحلة الفهرسة الموضوعية، التي يعطى فيها كل وعاء موضوعاً خاصاً، لماذا ألف هذا الوعاء، ومن ثم يعطى رقم تصنيف عالمي وفق مكتبة الكونغرس. مرحلة قسم الملف الاستنادي للمؤلفين، حيث يتم إعطاء رقم عالمي وفق القواعد العالمية خاص بمؤلف الوعاء. مرحلة الدعم التقني، ويتم فيها رفع المؤلف على موقع مكتبة العتبة العباسية والمستودع الرقمي والبوابة العراقية للمعرفة. عطاء معرفي في رحاب الجود. يعمل مركز الفهرسة ونظم المعلومات على إيصال رسالة مفادها تقديم خدمات فهرسة وأرشفة متكاملة ومبتكرة وفق قاعدة لام. وقاعدة لام تعني الدمج بين المكتبات ومراكز الإرشيف والمتاحف في موقع واحد، كما يسعى إلى تنظيم المعلومات بدقة وفعالية مع التركيز على تعزيز تجربة المستخدم من خلال استخدام أحدث الأنظمة والبرامج الآلية وتوفير بيئة عمل تشجع على الإبداع والابتكار، لتتضح رؤيته بأن يكون مركزاً رائداً في مجال المعلومات والمكتبات والإرشيف والتراث، من خلال تقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تسهم في تعزيز الوصول إلى المعلومات وتسهيل استخدامها وتشكيل جسر يربط بين المعلومات ورواد المكتبات، ويسهم في بناء مجتمع معرفي مستدام. تعزيز التقدم والتنمية في مختلف مجالات الحياة هو ما تسعى إليه العتبة العباسية المقدسة ومركز الفهرسة ونظم المعلومات التابع لمكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة، أحد سواعدها الفاعلة في هذا المجال. إذن أيها الكرام، كنا نتابع هذا الفيلم الوثائقي، وشرف كبير ليس بعده شرف أنني الآن أمامكم أقف. لكن إلى هنا ينتهي دور العريف الذي يتمنى أن يكون على النفس خفيف وعلى القلب لطيف، يعتذر إن قصر ويطلب السماحة إن أخر. فبعد أن انتهى التقديم أترك المنصة للدكتور الفهيم
رئيس الجلسة الأستاذ الدكتور صباح محمد يعتلي منصة المؤتمر لبدء جلسته الصباحية الأولى، فليتفضل. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.